نشرة لأهم وآخر الأخبار أقدمها إلى حضراتكم من قناة عاد، أهلا ومرحبا بكم. أدى اليمين القانونية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم الخميس القاضي علي أحمد ناصر الأعوش بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة العليا، وعقب أداء اليمين التي حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع القاضيين طالب والأعوش أوضاع السلطة القضائية ودورها في إنصاف المواطنين وصون حرياتهم وممتلكاتهم وتعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تعويل المجلس على السلطة القضائية في أحداث التحول المطلوب وقيادة قاطرة الإصلاحات الرقابية والمحاسبية وجهود مكافحة الفساد. نوه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بالدور المهم لمنفذ الوديعة البري من خلال دوره الاستراتيجي الرابط بين بلادنا والسعودية. وأكد النائب البحسني خلال لقائه بمدينة المكلا مدير منفذ الوديعة مطلق الصيعري على ضرورة الارتقاء بعمل المنفذ لأهميته في دخول المسافرين والنازحين إلى بلادنا، وكذا دخول مئات الآلاف من الأطنان عبارة عن مساعدات غذائية وطبية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فضلا عن استقباله الآلاف من الحجاج والمعتمرين اليمنيين. واستمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي من مدير منفذ الوديعة إلى شرح موجز حول نشاط المنفذ والنجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة القريبة الماضية، والمتمثل بإنجاز ما يقارب 6000 معاملة لحجاج بلادنا في منفذ الوديعة، وخطط قيادة المنفذ المستقبلية لرفع الطاقة التشغيلية لتسريع عملية خروج المسافرين. جرى بالمكلا يوم الخميس توزيع عدد 13 سيارة على الإدارات والمؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية بحضرموت مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة شكر محافظ حضرموت الأستاذ مبقوت مبارك بن ماضي الدعم المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواقفها الداعمة لبلادنا إلى جانب المملكة العربية السعودية ابتداء من عاصفة الحزم ومرورا بتحرير ساحل حضرموت وليس انتهاء بهذا الدعم. وقال المحافظ إن ذلك ليس بغريب على الإمارات التي وقفت إلى جانب بلادنا وقدمت الأرواح وامتزجت مع دماء أبنائنا، متقدما بالشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة وللحكومة والشعب الإماراتي الشقيق ولهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. عقب ذلك تم تسليم السيارات للجهات المستهدفة وهي قطاعات الصحة والتربية والتعليم والمياه والكهرباء والأشغال العامة والطرق. وقد حضر التدشين الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ صالح عبود العمقي ومديرو مكاتب الوزارات والمؤسسات المستهدفة. تصدرت جامعة حضرموت الجامعات اليمنية واحتلت التصنيف الأول في قائمة سكوبس للتصنيف العالمي في مجال البحوث العلمية، وجاءت في الترتيب 706 عالمياً، 61 عربياً والأولى محلياً. ويعد سكوبس مؤشراً ذو موثوقية عالية على مستوى العالم يعتمد على الأداء البحثي ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي لتصنيف جامعات مختلف دول العالم. وأبارك محافظ حضرموت الأستاذ مبقوت مبارك بن ماضي الإنجاز الذي حققته جامعة حضرموت بتصدرها الجامعات اليمنية في هذا التصنيف العالمي الناتج عن التطوير في البحث العلمي الذي شهدته الجامعة وإدخال تقنيات حديثة بنظم المعلومات، مشيدا بالجهود التي بذلها الباحثون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والذين كان لهم التأثير المباشر من خلال أبحاثهم المنشورة في العديد من المجالات العلمية المحكمة على مستوى العالم. ناقش وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي يوم الخميس قضايا الصيادين والإشكاليات التي تواجه الجمعية التعاونية لصيادي المكلا الخدماتية السمكية. واستعرض اللقاء بحضور المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد سالم بادروس أنشطة الجمعية التعاونية في خدمة صيادي المكلا،
والدعم المقدم لها من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في تسوير موقعها السمكي كمرحلة أولى ضمن مشروع خدمي متكامل ومتعدد الأغراض يشمل إنشاء ورشة ومصنع للثلج وكسر الأمواج. وأشار الشيخ بن حبريش إلى أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي للوقوف أمام المعوقات التي تواجه النشاط السمكي والإشكاليات التي تعترض جمعية صيادي المكلا، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالصيادين الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع والعمل على تذليل أوجه الصعاب التي تواجه تطوير أنشطتهم الإنتاجية. قام العميد عبد العزيز عوض الجابري نائب مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت بزيارة مفاجئة إلى إدارة أمن مديرية غيلبا وزير لمتابعة العمل وتشجيع الضباط والأفراد على بذل المزيد من الانضباط والالتزام بالنظام والتعاون مع المواطنين. وأكد العميد الجابري خلال زيارته على تنفيذ القانون بكل حسم، أطلع على سير العمل ومستوى أداء تنفيذ مهامهم وواجباتهم، وتبادل معهم الأحاديث واستمع إلى أوضاعهم والصعوبات التي ترافق عملهم. قام المديرون العامون لمكاتب الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ ماهر عوض بن صالح والأستاذ خالد أحمد القحوم والأستاذ عبدالله عبد القادر الشعملي صباح الخميس بزيارة لمديرية الشحر، حيث التقوا قيادة السلطة المحلية بالمديرية برئاسة الأستاذ مصبح العبد البحسني نائب المدير العام للمديرية الذي رحب بهم شاكرا إياهم على الزيارة التي قال أنها تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية بمديرية الشحر ومكاتب الثقافة والإعلام والسياحة، وذلك لاطلاعهم على احتياجات المديرية في المجال الثقافي والإعلامي والسياحي. من ناحيتهم عبر المديرون العامون للثقافة والإعلام والسياحة عن سعادتهم لزيارة مديرية الشحر للاطلاع على احتياجات فروع مكاتبهم بالمديرية التي استمعوا من مديرها الأستاذ عبد سالم كليواش مدير الثقافة والأستاذ إبراهيم محمد البكري مدير الإعلام والأستاذ صديق محمد بفضل مدير السياحة في اجتماع ضم قيادة السلطة المحلية بالشحر وبحضور مدير أمن المديرية العقيد عوض بن عكاس العوثاني على أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عملهم. وأكد بن صالح والقحوم والشعملي العمل على حل وتذليل تلك المعوقات والصعوبات بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية بما من شأنه ضمان إنسيابية العمل في تلك المكاتب. كما حضر المديرون العامون للثقافة والإعلام والسياحة جانبا من رقصة الشبوان والعدة على هامش الزيارة السنوية للشحر التي كرم فيها مكتب الثقافة مغني الأذان الشهير محمد أحمد بن سويد تكريما لدوره الفعال خلال مشوار حياته الفنية الممتدة لأكثر من 40 عاما. كما زار بن صالح والقحوم والشعملي أيضا على هامش الزيارة متحف الشاعر الغنائي الكبير حسين أبو بكر المحضار متعرفين من القائمين على المتحف على محتويات المتحف المختلفة واحتياجاته. ضبطت الأجهزة الأمنية مساء الأربعاء مصنع محلي للخمر البلدي خمر عرقي في إحدى أرياف مدينة الشحر لشخص يبلغ من العمر 34 عاما. وقال مصدر أمني للإعلام الأمني إن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات مسبقة لدى جهاز البحث والتحريات بوجود مصنع تقليدي لصناعة الخمر البلدي، وعلى ضوء هذه المعلومات باشرت الأجهزة الأمنية بالنزول إلى الموقع وتمكنت من إلقاء القبض على الشخص مع المضبوطات التي تتكون من معدات تقليدية لتصنيع الخمر البلدي بالإضافة إلى وجود كمية من الخمر الجاهز، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وإيداع المتهم الحجز لحين استكمال ملفه وتحويله إلى النيابة لينال جزائه العادل. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة الجريمة من خلال ملاحقة مروجي ومتعاطي الخمور والشبو والحشيش والممنوعات المخدرة للقضاء على هذه الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار التي تهدم الشباب وتدخلهم في مستنقع الهلاك. تستمر بمدينة الشحر اليوم الثالث على التوالي فعاليات زيارة الشحر السنوية زيارة السيد سالم بن عمر العطاس، حيث قرأت السيرة النبوية بجامع الحداد وأقيم المهرجان الكرنفالي عصرا بمشاركة نحو 10 فرق شعبية من أحياء الشحر والمكلا وغيلبا وزير ووادي حضرموت، وأقيم صباح الخميس الشبواني بحارة المجرف ومساء أمام دار العطاس
تزامنا مع فعاليات زيارة الشحر السنوية، وتستمر الفعاليات إلى يوم الأحد بكل من جامع الشيخ فضل والشيخ أحمد وباهرون وعسكول. اختتم بمدينة المكلا أعمال البرنامج التدريبي لتمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال الذي ينفذه صندوق دعم الشباب بالشراكة مع الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب لديوان محافظة حضرموت. وفي ختام البرنامج الذي مولته السلطة المحلية بالمحافظة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي خلال كلمته أهمية التنمية الذاتية للفرد كمكسب يرافقه طيلة حياته، مشيرا بالاهتمام البالغ الذي توليه السلطة المحلية لفئة الشباب منذ إنشاء صندوق دعم الشباب بالمحافظة رغم كل الصعوبات التي واجهته. وشهد الحفل الختامي عددا من العروض التقديمية وكلمة للمشاركين ووصلات شعرية في البرنامج. استهدف البرنامج التدريبي خريجي الجامعات والمعاهد المهنية بمديريات ساحل حضرموت في مجال ريادة الأعمال وتطوير مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة لخدمة المجتمع، حيث اختتم البرنامج بتكريم عدد من الجهات المساهمة في إنجاح البرنامج والمشاركين والقائمين عليه. دشن معالي الأستاذ محمد علي بن ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي مشروع تعزيز مصادر المياه الخط الناقل الذي يربط وادي فوري بوادي الجزع بمدينة الغيضة والممول من البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن. وخلال فعالية التدشين الذي حضرها الأمين العام للمجلس المحلي ووكيلي المحافظة وعدد من المسؤولين المحليين، ثمن المحافظ بن ياسر تدخلات البرنامج السعودي في مختلف القطاعات الخدمية في المحافظة، مقدما شكره لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. ويتكون مشروع الخط الناقل من خطوط إمدادات متطورة ناقلة بطول 20 كيلو متر ممتدة من وادي فوري إلى وادي الجزع بمدينة الغيضة، وبقدرة إنتاجية 7000 متر مكعب يومياً وخزان أرضي خرساني تجمعي سعته 1800 متر مكعب، بالإضافة إلى غرفة المضخات الطاردة للمزودة بأحدث المضخات بمواصفات عالمية، وغرفة المولدات الكهربائية المزودة بأنظمة التحكم عن بعد، إضافة إلى تجهيز وتأهيل عدد 3 آبار في وادي فوري بكلفة إجمالية بلغت 4,800,000 دولار، ويستفيد من المشروع نحو 500,000 نسمة تقريبا. شدد لقاء عقد بمدينة عتق بمحافظة شبوة، وأضم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري والداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ومحافظ شبوة عوض ابن الوزير على ضرورة رص الصفوف وتوحيدها وتضافر الجهود من قبل الجميع للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والتصدي بحزم وقوة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة. وناقش اللقاء الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية الوضع الأمني في المحافظة وسبل معالجة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عتق. وأشاد وزير الدفاع والداخلية بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها قيادة المحافظة لمعالجة آثار وتداعيات تلك الأحداث، مؤكدين على أهمية توحيد صف وجهود أبناء المحافظة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة وقطع الطريق على كل من يحاول بث الفوضى وخلق الفتنة داخل المحافظة خدمة لتحقيق أهداف ومصالح ضيقة لا تخدم مصلحة المحافظة وأبنائها. وشدد الداعري وحيدان على ضرورة الإسراع في معالجة تداعيات تلك الأحداث وتعزيز وتقوية أشكال التعاون والتنسيق والشراكة بين كل أبناء المحافظة بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، داعين الجميع إلى التعاون الفعال مع القيادات العسكرية والأمنية التي تم تعيينها مؤخرا في المحافظة وبما يمكنها من القيام بمهامها وواجباتها الأمنية في خدمة المحافظة على أكمل وجه. من جانبه ثمن محافظ شبوة جهود وزيراء الدفاع والداخلية واهتمامهما بمتابعة ومعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة
مؤكدا حرصي واهتمامي قيادة المحافظة على توحيد الصف وجعل أبناء المحافظة شركاء جميعا في إدارتها وتنميتها ومعالجة مشاكلها وهمومها، مجددا التأكيد على عدم السماح أو التهاون مع كل من سيحاول المساس بأمن واستقرار وتنمية المحافظة. زار محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية للإطلاع على سير العمل العام، متفقدا الإدارات الفرعية لفرع المصلحة في مدينة عتق مركز المحافظة، حيث طلع الأخ المحافظ العقيد الركن محمد أحمد بن معروف مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة شبوة آلية العمل وطبيعة الإجراءات المتخذة وصناديق التسجيل البيانية وعدد الاستمارات المتوفرة وجوازات السفر الصادرة يوميا، مشيرا إلى أهمية الواجب الذي يطلع به موظفي الجوازات. كما تفقد محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي سير الأعمال الإنشائية لمشروع بناء ثانوية للبنات 24 فصل دراسي مع مرفقاتها بتكلفة 486,633 دولار أمريكي، وبدعم وتمويل وتنفيذ السلطة المحلية بمدينة عتق مركز المحافظة. مشاهدينا الأعزاء، قدمنا إلى حضراتكم نشرة إخبارية موجزة من قناة عاد، أطيب المنى وإلى اللقاء. لإعلاناتكم على قناة عاد المحلية يرجى التواصل على الأرقام التالية